السلام عليكم متابعين الكرام، مرحبا بكم معايا مجددا في قناة ملاك للمبتدئات. اليوم غندير واحد الوصفة زوينة بزاف وعزيزة على كاع المغاربة، اللي هي طواجن مغربي اللحم مع الملوخية. خليكم معايا باش تشوفوا التفاصيل، وغادي نقول لكم كاع التفاصيل المبتدئات اللي خصكم تردوا ليها البال، ونتمنى يجي الطاجين زوين وعلى الذوق ديالكم. اول حاجه غادي نحط اللحم ديالي في الطاوه، من بعد غادي ناخذ واحد البصله كبيره او جوج بصلات موين، وغادي نشلضوهم مزيان ونحطوهم على اللحم. غادي نحكو الثومه ديالنا مع البصله ومطيشه حتى هي كتعطي بنه زوينه في الطياب. وغادي نستعمل معاها فقط زيت الزيتون، ما غاديش ندير زيت المائده. ونشعل عليها الطاوه دابا الاول على مهل، ومن بعد غنجهد عليه شويه باش يتقلاو لينا العناصر ديالنا. غير غادي يبدا يتقلى شويه، غادي نزيدو عليها العطريه والربيع. خليكم معايا باش تكملوا الوصفه. كي شفتوا هي بدات كتغلي معنا شويه، غادي نحط عليها غير شويه، يعني غنخليها متوسطه ديال الحراره، وغنخلي الحين يتقلى مزيان مع الثومه والزيته والبصله. فهاد المرحله ضروريه بزاف في الطياب. من بعد ما كتبدا تقلى كيشتو الحيمه، غادي حتى الا كان في اللحم شويه ديال الشحمه ولا هذا، فكتقلى مزيان ما كيبقاش فيه داك المذاق اللي كيقهم. غادي نخليوه بحال هكا حتى ينسجم مزيان مع البصله والمطيشه، وغنزيدو عليه العطريه. صافي كما كتشوفوا ملي بدا كيتقلى البصله مع المطيشه واللحم مزيان، غنديروا له العطريه باش تنسجم معاه وتعلق فيه مزيان. وغادي نقصوا عليهم البوطه، فالعطريه كتبقى على حسب الذوق، يعني المقدار على حسب الذوق. غنديروا الملحه، انا غندير معلقه صغيره ديال الملحه، غنزيد شويه عليها. البزار يعني تقريبا نص معلقه صغيره ديال البزار، ولكن الا كنتو كتبغيو الماكله تكون شويه من هذا زيدوا شويه ديال الابزار، فهي كتبغي الابزار كيجي فيها بنينه. غندير شويه ديال سكنجبير، وغندير الخرقوم البلدي. هو الخرقوم البلدي اصلا مزيان في جميع الوصفات ديال اللحم او ديال الدجاج، بغض النظر على الفوائد ديالو للصحه، بانه يعني اكثر فائده ديالو هو ان ما كيخليش الانسان يمرض بالزهايمر. فغنزيدو دابا الربيع، انا عندي القزبر والمعدنوس مخلطين مقطعين في الكونجيلاتور. غادي ندير شويه ديال الربيع، وغادي نخليوها دابا كتعلك مزيان اللحم مع مع العطريه. وغنحركوها معكم حاجه اللي هي فلفله حمراء، كتبقى اختياريه بزاف الناس كيستعملوها معاها، فكديري معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء مع اللحم. كي كتشوفوها هو بدا كيتقلى وكيطلق زويته، يعني البصله والمطيشه كيتقلاو وكيندمج مزيان هكا مزيان، باش كتدخل العطريه في اللحم باش كيجي بنين. يعني ماشي غير تلوحوا العطريه والبصله والمطيشه وتشدوا عليه، لا، خليوه في الاول يتقلى مزيان مع البصله والمطيشه والعطريه
هاد كتزيدوا عليه. دابا غادي نزيد عليه انا مقدار كاس صغير ديال يعني ديال العنبه ديال الماء دافي. حاجه خصكم تردوا ليها البول ملي تكونوا كتخويوا الماء، ما تخويوش على اللحم ولا العطريه، يعني اجي خويه في الجنب مي ما يكونش اللحم. فانا رميت دابا مقدار كاس وغادي نخليه هكا، ما غاديش نقفل عليه، غير غنغطيه بالغطايه وغنخليه هكا يعني بحال يبدا يدخلوا الطياب واحد 10 ديال. غادي نوريكم الملوخيه اللي غادي نستعمل. فهاد الملوخيه انا كانت عندي في الكونجيلاتور، ولكن غادي نقول لكم كيفاش تصوبوها. فهي كتشريوها خصكم تنقيوها، كاين اللي كيبغي يدوز من هاد البلايص هنا بالموس يعني كيحيد الشوك. المهم الاساسي هو انكم من التحت كتحيدوا واحد الطريف من التحت، ومن الفوق داك الطريبش ديالها ما تخليوهش، كاين اللي كيخليها ولكن ما تخلي انا ما خصهاش تبقى، يعني انا كينقيوها انا الله يجازيهم بخير في المغرب. فالطربوش ديالها كيحيد ولكن ماشي 100%، ضروري يبقى التحتاني ديالو باش ما تحليكمش في الطياب. كما كتشوفوا هنايا يعني كتشوفوا الاثر ديال التحتاني ديال الراس ديالها ما كيتحيدش كله حتى لداخل، سينو غادي تحل في الطياب، ضروري خصو يبقى باش ما تحلش في الطياب. فها هي غادي نجبدها من الكونجيلاتور وغادي نخليها على ما نكملوا شغلنا باللحم. ونشوفوا الحيمه يعني بديك الميه اللي زدنا عليها تقلات المريقه، فهو اللحم راه مازال ما طايب، يعني يلاه كيبدا يدخلوا الطياب. غنزيدوا دابا ثمن كاس اخر ديال العنبه الماء، وغنشد عليه الطاوه، يعني دابا غادي نشدوا عليه نقفلوا عليه الطاوه لمده 5 حتى 10 دقائق غير على ما يبدا يدخلوا الطياب، لان الملوخيه حتى هي كتحتاج الوقت في الطياب. فانا غنشد عليه من 5 ل 10 دقائق ونحل الطاوه حتى نرجع لكم ونزيدوا معاه. كما كتشوفوا شديت عليه 10 ديال الدقائق اللحم، فهو مازال ما طاب. علاش غادي علاش مازال ما طاب؟ علاش؟ لان غادي نخليو معاه الملوخيه طيب، هي كتحتاج الوقت بزاف وخصكم تردوا معاها البال. فهي نورمالمون انا كتحتاج لي نص ساعه ديال القفيل. هو المشكل انها كتلصق، فردوا معاها البال مزيان، بقاو تحلوا عليها مره مره. انا غادي نقفل عليها دابا، غنزيدها شويه د الماء وغادي نقفل عليها، ولكن كل 10 دقائق ولا 5 دقائق غادي نحل ونطلب باش ما تلصق لياش الطاوه، وان شاء الله تخرج النتيجه زوينه حتى نصورها لكم. صحه والراحه.